نحن بنعرف أنه اليوم في عنا حوالي 5-10% من تشخيصات السرطان سببها بيعود بشكل مباشر لجيناتنا. هيدا الفحص الجيني بيسلسل أكثر من 100 جين. بنعرف أنه هيدول الجينات بس يكون فيهم أخطاء بيزيدوا خطر الإصابة بالسرطان. بالمركز الطبي للجامعة الأمريكية نهتم بالمرضى يلي عندهم سرطان وراثي من ناحيتين. من ناحية الاختبارات الجينية في عنا نوعين من الاختبارات الجينية، يلي هي الاختبارات الجينية يلي بنعملها على الأشخاص يلي قد تم تحديد شو هو الخاطئ الجيني يلي موجود عندهم بالعائلة، والنوع الثاني من الفحوصات هي فحوصات يلي بتنعمل من خلال الـ Next Generation Sequencing Technology يلي من خلالها بيتم تسلسل أكثر من 100 جين لمعرفة شو هو هيدا الخطأ الموجود بالعائلة. في عنا كذا مؤشر بتخلينا نقول أنه هيدا المريض معقول أنه يستفيد من نتيجة فحص التسلسل الجيني. أول شيء، إذا نحن ولا مرة صار في عنا إصابة بالسرطان، بنستفيد من هيدا الفحص إذا في عنا عدد كبير من إصابات بالسرطان بالعائلة. بس عادة لما نقول عدد كبير من الإصابات بنكون عم نحكي من ميلة واحدة من العائلة، يعني عدد كبير من ميلة البي أو عدد كبير بس من عائلة الأم. إذا نحن أصبنا بالسرطان كمان الإشارات متعددة، من بيناتها هي إذا أنا أصبت بالسرطان على عمر صغير، مثل مثلاً إصابة بسرطان الثدي على عمر قبل 40 سنة، أو إذا صار في عندي إصابة بعضوين مثل مثلاً الإصابة بالثديين أو بالكليتين، أو إذا أنا بحياتي صار في عندي عدد من التشخيص بالسرطان، مثل مثلاً مرة صار في عندها تشخيص بسرطان المبيض، من بعد كم سنة لحقوا تشخيص سرطان الثدي.